السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. وأذكركم ونفسي بكثرة الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فبها نسعد بإذن الله تعالى. في حاجات غريبة بتحدث داخل الرحم، تبدو طبعا غريبة للإنسان لما يعرف هذه المعلومات، يبدو الأمر بالنسبة له غريب. بنسمع كتير جدا على موضوع ان الام بتستشعر الخطر على ابنها اللي ممكن يكون مثلا في المدرسة في الجامعة، وهو متزوج وهو مسافر، ومرة واحدة تحس تقول ان قلبي وجعني على ابني او على بنتي. هل احساسها ده مجرد احساس، ولا في همزة وصل مستمرة بعد ما أنجبت طفلها مفاجأة؟ وطبعا هنا هذه المفاجأة، هذه المعلومة اللي هنقولها مصدرها موقع ساينس فوكس، وفي هذا الموقع نشرت عن بعض الباحثين بعض المعلومات اللي لو عرفتوها هنربط مع بعض إزاي الأم بتستشعر بابنها رغم إن مفيش اتصال سلكي، اتصالات كلها قلبية. الباحثين وجدوا ان الجنين لما يبقى داخل رحم الام بيعمل ايه؟ الجنين بيترك بعض خلاياه داخل الام، يعني جزء من خلايا الجنين بيتركها داخل الام، وبتفضل الخلايا دي موجودة لعقود بعد الحمل والانجاب. موجودة، يعني جزء من خلايا هذا الجنين أو هذا الطفل، الطفل ماشي على رجليه، الطفل موجود في المدرسة، الطفل عقود، ولا تزال بعض خلاياه موجودة داخل الأم. مش بس كده، بعض الدراسات قالت بقى الإيه اللي إحنا بنتكلم عنه، موضوع إحساس الأم بهذا الابن أو هذه الابنة حتى بعد ما يكبروا، هو ان بعض الاجنه كمان بيتركوا او بتنتقل بعض خلاياهم الجذعيه منهم الى قلب الام. الخلايا الجذعيه اللي موجوده تنتقل جزء منها بتاعه الجنين الى قلب الام، وبتفضل هذه الخلايا موجوده في قلب الام اللي كمان من شانها بتحسن النبض عند الام. فسبحان الله، عشان كده الأم لما بتستشعر إن في خطر، لا ده في حتة فعلا إحنا بنقولها مجازا كده، طب ما هو ممكن يكون الأب يقول مثلا طب ما ابني ده حتة مني، بس يعني مشاعر حلوة. إنما الأم لما بتقول ده حتة مني، لا، لأن الاتنين تركوا عند بعضهم البعض جزء، والجزء ده موجود في القلب عند الأم. الخلايا اللي موجودة في قلب الأم بتجري في دم هذا الطفل وهذا الإنسان، فلذلك بتستشعر الأم بالقلق وبالفرح لما يبقى فرحان، وبالحزن لما يبقى في ضيق بتستشعره. مش بس كده، خليني أقول لكم على معلومة تانية ولها علاقة بنبضات قلب الأم. هذه المعلومة فيما يخص الأطفال اللي نزلوا قبل ميعادهم مبتسرين، لسه ما اكتملش نموهم، يعني نزلوا في الشهر الثامن، اتولدوا في الشهر الثامن واتولدوا في الشهر السابع مثلا مبكرا. لما بيتحطوا في حضانة وجدوا ان في تأثير رهيب على تحسن هذا الطفل داخل الحضانة لو سمع نبضات قلب أمه. لو سمع نبضات قلب أمه، ما هو سايب حتة، سايب شوية خلايا جوه هذا القلب، فلذلك هذا اللي ممكن يكون حدث، هذا الربط الكيميائي الحيوي اللي بيفسر وبيترجم على أرض الواقع بأن في مشاعر صادقة بالفعل، مش مجرد احاسيس كاذبه او احاسيس
براقة، ده ابني. لا لا، ولذلك الأم بتستشعر بالقلق على ابنها دونا عن أي حد آخر. مش بس كده، الطفل ده لما بيجي يتولد، الطفل ده لما بيجي يتولد وينام جنب أمه، وهي دي بقى المشكلة اللي ساعات بتحصل معاكم، بينام جنب أمه، هو سايب، خلاص احنا اتفقنا ان هو سايب شوية من خلايا الجذعية جوه قلب الأم. لما الطفل ده عارف ان الست اللي نايمة جنبه دي فيها حتة بتاعته، فتملي يتونس بيها، فيقوم من النوم يصحيها، اصحي تعال نرضع شوية، ويفضل طول الليل يقوم، طول الليل يقوم. ليه؟ لأن ريحتها، النفس بتاعها فيها جزء منه وهو في جزء منها. تعرفوا لو هذه السيدة قامت من مكانها وجت ست تانية والدة وبترضع، مش هقول بقى مثلا واحدة ست تانية، لا واحدة ست عادية بس، ولنفرض مثلا ان هذه السيدة مثلا جارتها او اختها ووالدة في نفس الميعاد وبدلوا مع بعض، يعني دي نامت جنب طفل اختها ودي نامت جنب طفل اختها تاني، بدلوا الاولاد مع بعض. الطفل ده لما ينام جنب خالته بقى هنا مش هيصحى. ليه؟ لان انا لا الـ 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 انا مش حاسس، مش ده اللي فيه الخلايا بتاعتي، مش ده النفس اللي انا عارفه. في احساس هنا استشعاري من الطفل ان الست اللي جنبه دي مش امه، فمش هصحى خلاص، انا مش عايز اقوم اتونس بحد، انا ما مش مهم بالنسبه لي. فلذلك بعض الامهات لما طفلها بيصحى كل شويه من النوم طبعا بتنزعج جدا، لا ما تنزعجيش، ده شيء طبيعي جدا انه يصحى كل شويه طول ما حضرتك جنب منه، لانه بيشم ريحتك، لانه بيحس بنبضات قلبك. والطفل ما بيهداش الا لما حضرتك تشيليه وتحطيه على قلبك يسمع النبضات دي، انا سايب حته من عندي عندك. وانت نفس القصه، فلذلك في مشاعر بينكم. ولذلك السيدات اللي بيرضعوا صناعي، رجاء وانتوا بترضعوا صناعي احضنوا اطفالكم ناحيه قلبكم، عشان ده كمان بيحفز النمو عندهم بشكل افضل، وبيبقى في مشاعر قويه بينك وبينه، لان الرضاعه مش تغذيه بس، الرضاعه مش عمليه غذائيه فقط، لا دي عمليه تبادل مشاعر وتبادل حب ما بين الاثنين، والطفل بيطلع سوي لما بيستشعر حنان امه. أشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.